هل وضع الطيب على اللحية أو الثياب يفطر الصائم؟ وضع الطيب على الثياب لا يفطر الصائم، وكذلك بالنسبة للجسد، فإذا وضعته على يدك مثلا أو على ثيابك أو على جسمك لا يؤثر، ولكن لا تستنشق البخور أو رذاذ العطر ونحو ذلك، وإنما أنت بالنسبة لك تضعه على ثيابك، لا إشكال في هذا الأمر.